اليوم إنجاز عملية الرفع الخاص بعازلة PWD المؤقتة Phase 2 لمحطة عزل غاز الطرينات. هذه العازلة تساهم برفع جودة النفط المنتج من المحطة عن طريق طرد الماء الملوث. This is here to increase oil recovery and oil recovery from the facility. This will allow us to remove far greater quantity of water from the oil and inject it to the demand lines. So this vessel will allow us an extra 100 MBD per day. The temporary package also includes pumps and it is ready for the full package that will be delivered to Rumaila in 2023. الصعوبات التي واجهناها هي ارتفاع سرعة الرياح أكثر من الحد المسموح العمل بها في الحقل، وبذلك اضطرينا إلى تأجيل العمل أكثر من مرة، وأيضا عانينا في بعض الصعوبات في عملية نصب الكرين داخل المحطة الذي استمر من 6 إلى 7 أيام.